هل عايزة تسألي سيدنا؟ تفضلي قولي لنا بس اسمك ايه الأول؟ أنجيلا؟ اوكي تفضلي يا أنجيلا. طيب هو ازاي ربنا اللي في السماء هو اللي في بطن ماما العذراء؟ اوكي حاضر. أنجيلا ميرسي، تفضلي. في السماء الآب والابن والروح القدس، وفي كل مكان، لكن اللي جه واتولد من العذراء هو الابن اللي هو بابا يسوع. لكن زي ما قلت لكم الابن هو الكلمه، وزي ما قلت لكم ان الكلمه مولود من الاب، زي ما بنقول في قانون الايمان مولود من الاب قبل كل الظهور، وهو في الاب وما انفصلش منه، فهو موجود في السماء وموجود على الارض حتى بعد ما اتولد من العذراء وفضل على الارض لغايه ما صعد للسماء تاني. بس انتوا بتسالوا اسئله كبيره عليكم شويه يعني. نعم كارن.